سيارة سباق ذات طاقة عالية بالإسراع إلى المشهد. عندما يفكر الشخص في سيارات عالمية خارقة تخطر في الذهن بعض البلدان الرمزية، إيطاليا، ألمانيا، أمريكا، ولكن كندا لا تكون عادة ضمن هذه القائمة، مع أنها معروفة بتقاليدها الأقرب إلى السلم والهدوء للبراري أكثر من صوت الرعد لمضمار السباق. ستخطو كندا باتجاه السيارات الخارقة. فلندخل إلى فيلينو سي بي 7، الشركة الفخمة في كيبيك والمعروفة سابقاً بسبلها المتقدمة في القيادة، قررت أن تغمس يديها في لعبة مفاهيم السيارات الخارقة. مدير فيلينو والمصمم فيها أنتوان بيسيت ولجأ إلى خلفيته في السباقات العالمية المغلقة لصناعة سيارة خارقة تتمركز حول السائق. تعتمد فيلينو على أن يكون السائق هو محور السيارة الخارقة، لدرجة أن المقعد كان أول ما أنتج في عملية الصناعة. إنه نهج غير اعتيادي بكل تأكيد، ولكنه مع ذلك يملك هدفاً واحداً. يتولى بيسيت مناقشة فيلينو وعمليتها. نحن لم نبدأ بالخارج، لقد بدأنا في الواقع من الداخل إلى الخارج، لذا فقد بدأت بمقعد السباق، من المقعد الذي كان لدينا منذ 6 أعوام مضت، وعندما بدأنا بصناعة السيارة بحثاً عن موقع القيادة الأمثل، وحالما جرى اختبار السيارة أثناء فترة صناعة الهيكل، لذا المحرك كان فيها، والعجلات وكل شيء كانت موجودة، لقد قمنا بالكثير من التركيبات بالهيكل. بعد ذلك قمت بالصناعة الخارجية لوضعها معاً. بعد 4 سنوات من البدء سارت فيلينو سي بي 7 إلى الأمام، المنتج الذي يخضع لمحاكمة مكثفة وأخطاء. أخيراً وصلت كندا في مشهد السيارات الخارقة. الجماليات مذهلة، ولكن بيسيت كان يركز دوماً على التجربة. لقد كانت القوة مهمة أثناء صناعة فيلينو، ولكن تركيزها الأساسي أثناء العمل بقي على تجربة القيادة. كافح بيسيت وفريقه أصدقاؤه من أيام السباقات لصناعة سيارة تملك أكثر تجربة حماسية ومليئة بالأوكتان قدر الإمكان. كان التركيز أثناء عملية التطوير على الأداء الذي حققوه بشكل أساسي خلال توزيع الوزن لها. الابتكار ينبع من الرغبة في إبقاء الوزن متوازناً قدر المستطاع. يقوم فيلينو الآن بتطوير طريقة للسماح بالقطع الداخلية بالتحرك ضمن سي بي 7، ما يخلق انسياباً حركياً وجولة بديهية ومتوازنة وممتعة. يمكننا تحريك المحرك من الأمام إلى الخلف بناءً على جهاز التخميد الذي نقوم باختباره، وبناءً على الطريقة التي يحب بها السائق سيارته أيضاً. إن كنتم تحبون أن تقوم السيارة بالالتفاف الزائد أو الالتفاف الناقص قليلاً أكثر. لقد اتخذوا منهجاً في الصناعة آخذين السائق بالاعتبار، السائق المغامر الذي يقوم بتبني حماسة مضمار السباق بالإضافة إلى المتعة اليومية في قيادة آلة ذات أداء عال باتجاه الأفق البعيد. شكل سي بي 7 جيد أيضاً، وكلا الأمرين إن اجتمعا ينتجان مركبة فريدة في نوعها. جهاز التخميد المتفرع بشكل مضاعف مصنوع بأكمله من أنابيب الألومنيوم كالمقاتل الخفيف الوزن، فهو قوي ومرن ومن الصعب هزمه. أمزج ذلك مع ألياف الكربون والجسم المركب ولن يكون هناك ما يوقف هذه المتسابقة على الطريق. ملائمة للمضمار سي بي 7 الرياضية وضعت محركا ب8 أسطوانات قادرا على إنتاج قوة 430 أو 525 أو 680 حصانا بالاعتماد على التكوين. هذه قوة كبيرة حتى بالنسبة لما يصنعه الإيطاليون أو الألمان. تزن هذه السيارة ذات المقعدين 1100 كيلوغرام، وبالنسبة إلى السيارات الرياضية هذه جودة عالمية لنموذج خارق. هناك عزم دوران يساوي 663 نيوتن متر عند 4400 دورة في الدقيقة. الزوايا جميلة المظهر تعطيها حركة هوائية خاطفة، ولكنها أيضا تدير رأس كل من يحترم الخطوط الجيدة. العجلات الخلفية تقاد بغيار يدوي من 6 سرعات. هذا الناسف يعطي مركبة السرعة القوة والمظهر الجيد أيضاً. النماذج الأولية الأصلية تضمنت محركاً ب4 أسطوانات ومسرعاً، ولكن النموذج الحالي يهتم أكثر بهيمنة الأحشاء. مع الألياف الكربونية وأضواء الليد فهي تسعى لوضع علامتها في مشهد السيارات الخارقة. ما زالت فيلينو طرية العود بالنسبة إلى سباقات السيارات الخارقة، ولكنهم يعملون على نحو مستمر ويخططون لتطوير تصميم سي بي 7 وجعلها منافساً جديراً لشركات السيارات الموجودة. تطويرات على جهاز التعشيق والتحكم في السحب وكل تفاصيل الأداء الأخرى التي يستمرون في تصورها وتنفيذها.
ولكن الآن سي بي 7 هي فهد سرعة ولكن على المضمار فقط، ولكن المستقبل لا يعرف حدودا لهذا الوحش الجائع. تجري فلينو تجارب على مفهومين آخرين على الأقل بالإضافة إلى سي بي 7 لصقل التصميم والتجربة. يبحث بشأن فلينو كهربائية تماما بتصميمها الفريد واللافت للنظر، بالإضافة إلى تركيزها على السائق. تخطو فلينو إلى الأضواء وتضع كندا على خريطة السيارات الخارقة.